السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله غندير معكم طريقه الاحتفاظ بالثومه بهذه الطريقه هذه اللي تتكون رائعه وتتعطي نكهه مميزه ديال الثومه. فوالا، نتمنى انكم تتبعوا معايا الطريقه والمراحل. لاباس عليكم؟ بخير. اليوم الفيديو ديالنا خفيف ظريف. غنديروا الطريقه ديالي ديال الحفظ ديال الثومه العيد الكبير اللي تنخدموا بها لي بلا ديالنا العيد الكبير. وهاد الطريقه هذه ماشي غير العيد الكبير، هذه ديما وتبقى عندكم في الثلاجه وتتعطي نكهه رائعه احسن من الثومه اللي تنخليوه اللي غير تنقيوها ونهرسوها، تتعطي واحد لوكو اخر، واحد المذاق رائع بزاف. دونك انا غنتشاركها معكم. دونك عندي هنايا نص كيلو ديال الثومه منقي، نص كيلو ديال الثومه. ديروا الكميه اللي بغيتو، بغيتو كيلو بغيتو رابعه، المهم هنا انا عندي نص كيلو. نص كيلو يلاه يلاه، ومازال من هنا يقرب العيد نزيد نص كيلو اخر. دونك عندي الملحه، واحد معلقه ديال الملح ضروري من الملح، وعندي ربعه ديال زيت العود، وغادي نطحن هذا الشيء كله مزيان، وغادي نديرو في قرعه وغنحتفظ فيه في الثلاجه. ولكن تيقوني راه الا جربتو الثومه بهذه الطريقه راه ما عندها حتى شي علاقه بالثومه العاديه. دونك انا غنميكسيها ونتلاقاو ان شاء الله. اللي تنحصلوا عليه هو هذا. دونك غادي نديرو في قرعه ديال الزاج تكون تتسد مزيان، دوك ديال الكونفيتور ولا، وغادي نخشيها في الثلاجه. غنزيد فيها مازال تنخشيها في القرعه، وغادي نضيف عليها شويه زيت العود من الفوق، وغادي نخشيها في الثلاجه. وتتصبر بزاف، تتصبر فريمون، تتصبر شهرين، تتصبر شهر ونص، شهرين، هذه الا ما سالاتش لكم زعما قبل. هنايا انا عمرت القراعي ديالي، دونك غادي نضيف عليها هنا من الفوق زيت العود هكذا. هانتوما شوفوا نص كيلو ديال الثومه، شوفوا شحال خرج لنا ديال عفسي. هادو شحال غادي يديو؟ راه غادي يديو حتى لشهرين ديال هذا سميتو، ولا شهرين ونص. الوغ كو لا كون خليناها غادا تخسر، غتولي فاسقه من الوسط، وغدير ديك الغموله ديالها، ديك يولي داك اللون قهوي. دونك بهاد الطريقه تنبقاو محافظين عليها. دونك انا غنغطيهم، غندير هذا سميتو الزيت هكذا من الفوق، نحاول نخشي الثومه كلها تحت الزيت، داك الزيت تيبقى محافظ على النكهه، سورتو النكهه. هكذا انا غطيت الثومه ديالي كلها بالزيت. دونك ما بقى لي الا نسدهم مزيان، وفي وقت ما حليت نسد عاوتاني. دونك غادي نديرهم دابا في الثلاجه، وغادي نبقى نخدم بهم. وقد ما تتقدم هي في الثلاجه قد ما الريحه تتكون هائله بزاف عاد فريمون، لا مع اللحم ولا مع الدجاج ولا مع لي غراتان ولا اي حاجه مقليات، ولا تتكون نكهه خاصه ديال الثوم. جربوها بهذه الطريقه وان شاء الله ردوا عليا الخبر. الثومه هي هذه، من بعد ما درتها في لي بوكو درت لها زيت العود، ها انتم شوفوا. دونك انا غير ما بقى لي الا نخشيها في الثلاجه، وبالصحة والراحة.